فأنا بالنسبة لي ماشي ضغط، يعني مطلب مشروع من الجمهور ولا من حتى من المسؤولين أنهم يبغيو يشوفوا هذا المنتخب في أعلى قمة في هذه المنافسة الدولية نظرا للنتائج اللي حقق مؤخرا. لأنه كما قلت راه ما كاينش شي مدرب هنا ولا شي منتخب اللي قال راني جاي غادي نفوز باللقب، هذا أمر ما تيتقالش كاع نهائيا في منافسة عالمية، لأن عارفين المنافسة كبيرة وكبيرة بزاف، فأي مباراة ما تنتظروش هذاك الشيء اللي شفتوا في كوب دافريك ونتائج كبيره وفوارق واهداف، غتشوفوا المباراه الاولى غتشوفوا مباراه قويه، ولا استطعنا اننا ناخذ النقاط فرحنا منتخب كبير وكبير بزاف، لان كل شيء في مستوى واحد. وقتاش تتبان المنافسه كتبدا الفوارق ملي تبدا الطوال، ملي كتوصل تما تيبان الفريق جاهز. اما هذا المنتخب المباريات الاولى جد مهمه وبين بزاف، كل شيء متخوف لا المنتخبات الكبرى ولا المرشحه ولا المنتخبات اللي نقولوا بين قوسين متوسطه. فلذلك حنا بالنسبه لي الضغط ديما تناخذوا تحفيز، والدراري حتى هما اللاعبين راه تياخذوا تشجيع، وهذا حق هما اللي داروا، هذا هما اللي وصلوا السادسين عالميا، هما اللي خداو هذا التنقيط. فاليوم خاصنا حنا نبرهنوا اننا راه حنا منتخب عالمي. هشام، بالنسبه للجاهزيه ديال اللاعبين، واش كاينين شي لاعبين كاين شكوك حول المشاركه ديالهم في اول مباراه؟ كاين المباراه الاولى بعد تجاره بلال القادي ويوسف جاود، راكم عارفينو انهم ما كانوش معنا، ما كاينينش معنا لانهم صراحه لاعبين لا يعوضون مستوى كبير وكبير بزاف، لكن كانت فرصه، هذا قضاء الله وقدره، فرصه لاعبين اخرين اللي غيظهروا، دراري صغار ان شاء الله تا هما نتمنوا انهم يقولوا الكلمه ديالهم، المستوى ديالهم رائع، غير مونك ديكسبيرونس واحد شويه تجربه نتمنى من الله. ماتش المباراه الاولى كاين مشكل بوريت يوسف سفيان، تنظن ما غيكونش في المباراه الاولى، وقع له واحد التمدد في ليسكيو، دونك حنا ارتئينا انه نريحوه المباراه الاولى. هذا هو الغياب اللي كاين، رغم ان راه كتعرفوا في الفوتسال غياب لاعب واحد تيكون مؤثر، فتنظن انه الحمد لله اللي ما كانتش اصابه كبيره اللي غادي نضيعوا فيه، فتنظن ان المباراه الاولى اكيد ما غيكونش فيها. سي هشام، شنو كيعني لكم ان المنتخب الوطني هذه المره جاي كاسم من الاسماء المرشحه للذهاب بعيدا في المنافسه؟ فصراحه شرف لنا انه المنتخب المغربي يعني اسمه متداول مع المرشحين، رغم انه انا كما قلت لك تيبقاو الفرق الكبرى كبيره عندهم تاريخ فعلينا في هذه اللعبه، كاين اللي خدا لا كوب دي موند 5 مرات، كاين اللي خدا 2 مرات لاسبان، 5 مرات برازيل، البرتغال، الارجنتين، تنبانوا لهم اننا نقدروا نشكلوا خطوره، لكن هما تيبقاو دائما المرشحين فوق العاده. نتمنى من الله ان ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وناخذوا الامور بهدوء، وان شاء الله بشويه بشويه نجيو معاهم في واحد الوقت اللي نخرجوا الطاقه ديالنا كامله. لكن انا مازال تنقول انه الدور الاول هو الاصعب، وخصوصا المباراه الاولى، وانت غادي حتى تتبعد على المباراه الاولين، والامور بالنسبه لي انا تتسهل.